الآن وحصريا شالها مداه من العميد الطيار الركن سعد بن سعود بن أحمد القرشي إلى العميد الطيار الركن حماد بن ضاوي العصيمي في تكريمه بمناسبة تقاعده. الماء قفى الماء يجيدونها عذار العذر عنها أكبر من المستحيل. حماد ضاوي من طويل إلى العمار النعم قاسمك ليوما وليلا رجال له بين الرياجل مقدار اسمه يمثل فالمواقف قبيلا اسمه يمثل فالمواقف قبيلا الموقف اللي ما يجدونه عذار العذر عنه اكبر من المستحيل يستاهل انه مثلي بنظم الاشعار بيوت شعر فالمواقف جسنا مثل البيوت اللي يهدنا الافكار ما كلها تتعب وهم تستوي له تفريق في قرن لها طار اشعار يستاهل في كشف المراجل طويلة عصم لهم سيد وذكار رجاله انساس ومناصب اصيله من عقبه العتبان شبابه النار اهل الكرم واهل الفعول المهيله قلت وانا من نسل وافين واحرار سعد سعود اللي مشد زميله انا ولد من يكرم الضيف والجار سعود جعل في جنان ظليله ربعي قريش مكلمت كل خطه من الرسول اللي دعا للوسيلة الموقف اللي ما يجدونه عذار العذر عنه أكبر من المستحيلة يستاهل انه نثري بنظم الأشعار بيوت شعر والمواقف جزيلة جذر البيوت اللي يهضن الأفكار ما كل حد تتعبه وتستوي له صفات النبيلة عز الله النفى المواقف ما يحتار ضمن يشيل الرتبة ما هي تشيلة أنا تقاعد من بعد طول مشوار واليوم تكرمه وجوب فضيلة لسمعة انشعت على كل الأسطار راع المراجل والوفا والجميلة ربعه بذي عصم لهم صيت وذكار رجاله انساس ومناصب اصيلة عدوة العتبان شبابة النار أهل الكرم وأهل الفعول المهيلة قلت وانا من نسل وافين وحرار سعد سعود اللي مشرف زميلة أنا ولد من يكرم الضيف والجار سعود جعل في جنان ظليلة ربعي قريش مكرمت كل خطار من الرسول اللي دعا للوسيلة سبعة.